هنحاول دلوقتي بقى ان احنا نطبق الكونسيبت بتاع لينير اتينيوشن كوفيشنت، او نطلع ايكويشن للاتينيويشن بتاع بيم اوف فوتونز بيعدي جوه سكاترر او جوه تارجت. اوكي، بس لازم في الاول خالص نفرق بين تو جيومتريز، حاجه اسمها النارو بيم جيومتري اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وحاجه اسمها البرود بيم جيومتري. البرود بيم جيومتري هو يعني الفرق بينه وبين النارو بيم، ان احنا ما فيش عندنا الجزء بتاع الكوليميشن ده في الاول. الكوليميشن اللي بيعمله ان بياخد البيم اللي جاي لي دوت ويخليه فيري نارو، ويبقى كل الريز اللي ماشيه فيه فيري بارلل، بتبقى كلها بارلل لبعضيها. هنا انا ما بهتمش في البرود بيم جيومتري، ما بهتمش. ممكن يبقى السورس هنا كده وطلع لي فان بيم، يعني حاجه شكلها طالعه بشكل يعني مش بارلل. المشكله بتاعت اللي هو البرود بيم دوت، ان انا عندي ممكن يحصل لي انتراكشن جوه وستيل الفوتونز توصل للديتكتور. انا هنا يهمني الديتكتور دوت ما يوصلوش غير البرايمري فوتون. برايمري فوتون هو الفوتون اللي جاي لي اصلا من بره، ما عداش هنا، ما حصلوش اي حاجه هنا، ما كانش جنريتد نتيجه الانتراكشن هنا. فطبعا لما بنعمل تجربه زي كده احنا دايما بنأسيوم ان احنا عندنا نارو بيم جيومتري عشان نقدر نعمل الحسابات بتاعتنا. ده يعتبر ايدياليزيشن طبعا، ما فيش حاجه نقدر ان احنا نجارنتي ان هي يبقى كل الديتكتور فوتونز كلها تبقى جايه لي من برايمري فوتونز، الا اني ممكن ان انا اقول ان انا ممكن اقرب من الايدياليزيشن ده في الديزاين بتاعي. زي ما كنا شفنا قبل كده احنا عندنا الدي ان اللي هي عدد الفوتونز اللي بتقل. لو تخيلت ان في عندي هنا ان فوتونز، الدي ان بقى اللي هو الان دي هتقل بمقدار قد ايه، هتبقى فانكشن في السيجما توتال اللي هي عباره عن الكروس سكشن بتاع كل انواع الانتر اكشن الموجوده. في ان اي اللي هي نمبر اوف اللي هو افوجادروز نمبر، رو اللي هو الدنسيتي بتاعت التارجت بتاعي اللي هو السكاتر اللي موجود هنا دوت، على اي اللي هي عباره عن اتوميك نمبر بتاع السكاتر ده برضو، في ان دي زي. اوكي، زي ما كنا شفنا قبل كده الكوفيشن ده كله او الحاجه اللي هي اللي موجوده هنا دي كلها بسميها ميو اتينيويشن. والنتيجه اللي احنا لو احنا باصين هنلاقي ان التغيير في الان دي بيتناسب مع ان نفسها. يبقى معنى كده ممكن احنا نعمل برضو نفس الحاجه اللي عملناها في تشابتر 2، ان احنا نلاقي ان في اكسبوننشال ريليشن شيب بتوين ان اوف زي از ا فانكشن اوف اي زي نفسها. اوكي، فيبقى عندنا ان اوف زي بتساوي ان نوت اي تو ذا ماينس ميو اتينيويشن في زي. ده الميو اتينيويشن ده بسميه لينير اتينيويشن كوفيشن زي ما كنت اتكلمت عليه في تشابتر 14. نلاحظ طبعا ان احنا ميو السيجما توتال بتاعتنا اللي هي كروس سكشن توتال ده في كل الانتراكشنز احنا اتكلمنا عليها، اللي هي سيجما كوهيرنس زائد سيجما انكوهيرنس زائد تاو زائد كابا. اوكي، دي بتاعت الكوهيرنت انتراكشن، كوهيرنت سكاترينج، ودي بتاعت الانكوهيرنت سكاترينج، دي بتاعت الفوتو الكتريك افكت، دي بتاعت البير برودكشن.